ماذا كان ينقص منتخبنا الوطني المنتخب المصري في مباراه اليوم من وجهه نظرك، وايضا ماذا ينقصه من اول البطوله تحديدا كمان مباراه المنتخب النيجيري؟ نقاط. انا لست هنا لكي انتقد أو لكي أقول أشياء ضد أي شخص. أنا أتحدث كتقني أو كفني، وسأذكر لك ثلاثة أو أربع نقاط من وجهة نظري كانت هي نقاط مهمة تبين لماذا لم يكن لمصر نتائج أفضل اليوم. زي إيه النقاط دي؟ حسنا، النقطة الأولى لاحظت أن الفريق القومي المصري يقوم بارتكاب نفس الأخطاء التي ارتكبها مع نيجيريا حين كان يلعب مع نيجيريا. كان هناك ضغوط تمارس على غينيا بيساو كما كان مع نيجيريا، كان هناك مساحات، وكان حين يحاولون اللعب فإن الفريق المنافس يكون مقترب جدا، وبالتالي يقومون بلعب كرات طويلة ويحاولون أن يستكشفوا ويتفوقوا في مجال السرعة. كانوا يستغرقون وقتا طويلا، وفي مسألة النقلات الكروية كانوا يستغرقون كثير من الوقت، ولهذا فإنهم كانوا يمنحون فرصة لدفاع غينيا بيساو لصد الهجمات. المباراة من المباراة الماضية من مباراة المنتخب النيجيري وأيضا هذه المباراة يتعرض كيروش لانتقادات عدة، رأيك إيه في كارلوس كيروش، وهل هو فعلا أخفق في مباراة المنتخب النيجيري، وهل اليوم أيضا لم يجيد في مباراة المنتخب الغيني؟ أنا مدرب كرة أيضا، من السهل جدا أن تنتقد حين تكون مشجعا أو أن تكون صحفيا، لأن هذا أمر طبيعي، ولكن كل المدربين لا يجب انتقادهم من قبل زملائهم. كل مدرب له اختياراته تبعا لوجهة نظره ورأيه وعقليته وكيف يرى المنافس. أحيانا يكون هذا مجديا وأحيانا لا يكون مجديا. لا أستطيع أن أقول شيئا عن كارلوس كيروش، وهذا قد يكون غير مهذبا أن أقول شيئا عنه، ليس هذا شيئا جيدا، لأنني لا أريد أن أكون في هذه المكان اليوم وأن يقال أن هناك مدربا آخر ينتقده.